السلام عليكم خوتي اخواتاتي، هذا فيديو جديد. المهم بهذا الفيديو هذا يلا وصلني واحد الكادو. كان هضر معي واحد الشركه في انستغرام على قبل المدام، واحد الشركه ديال الكريمات ديال الرجلين اللي كيكونوا ديال الصيف، مثلا اللي كيلبسوا الصنادل في الصيف وداك الشيء، الشركه سميتها اوكيفس. المهم هضروا معايا قالوا لي الا بغيتي نصيفطوا لك شي حاجه للمدام وتوريها ليها وداك الشيء. قلت لهم واخا مرحبا مزيانه القضيه. المهم هذه يلاه وصلتني انا، يلاه خديتها وما كتشفوا معانا. المهم الخوت يلاه وصلت، دابا غادي نطلعوا عند لويز ان شاء الله وغادي نوريها لها، خليكم معانا. السلام عليكم، هذه اللي قلت لكم هانتوما الخوت هي فيها السميه. المهم راه حيدنا العنوان، راكم عارفين شي عناصر الله يهديهم. المهم ها هي، حنا غادي نعطيوها لويز نشوفوا شنو غادي دير. اوكي لويز، هاي دابا يلاه حلاتها. شومي هادو من الناس الخوت، الموقع ديالهم هانتوما كتشوفوه. قلت لكم دير رجلين، هاهي كتفتح فيها. This for the nails. Oh, هذه ديال الصباغ ديال الفران الخوت كتشوفوا. هي هذه هذه باش تبرد الخوت الفران. This for nails, yeah? Also, good. And then these. The front, huh? These are for your feet. Show me. هادو هما اللي قلت لكم الخوت، الكريمات ديال الرجلين ديال الشو هيلثي فيت. كيف قريتو يعني صحيا لهذا الرجلين. Three steps to flip flop ready, so it must be this summer. المهم هذا ديال الصيف الخوت كيف قلت لكم، ان شاء الله راه غادي نجربوهم في فرجلين ديال الوالده ديال لويز، وغادي نجربوه حتى في فرجلين ديال لويز وغادي نشوفوهم.
الحياه جيبوا الثاني وصرنا تنمى يلا الرقصه هي جاي جيبوا الثاني مصريات مرحبا بكم شوفوا هالشي يلا هو الهواء وتعملي هنجيبو تحيينا تركيا مرحبا بالتركيات يلا او هنا الضحل يا Just